بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. النهاردة بنحط جرعة السموم المضاد سموم. النهاردة اليوم السابع للفراخ دي، هنزل الوقت جرعة المضاد سموم. بحط المضاد سموم سنتي على رطل المية او حسب تركيز المضاد سموم. تاني بنحط المضاد سموم سنتي على رطل المية او حسب التركيز المضاد سموم اللي انت هتجيب منه العلاج. لازم تعرف هتحط منه قد ايه على العلم. تمام، هذه الفراخ اهي بوريها لكم دلوقتي، وهنغير الميه، وفي نفس الوقت عشان انا ممكن اسيبهم فتره طويله بالليل. ايوه فض بقى ميه، يلا وحط املي الساقيات على الاخر. ببقى عامل حسابي عشان ان انا ممكن اغيب او مانيش هغيب او هاجيلهم تاني امتى. كل واحد بيبقى عارف بتحط ميتك قد ايه وتظبط على اساس الميعاد اللي انت هتيجي فيه. ماشي، انا الانبوبه دي طبعا شغاله اهي يا جماعه، الانبوبه شغاله وفيها حاجه بسيطه عشان الامان، وان الانبوبه ما تفضاش على الفراخ. انا هغير انبوبه جديده اركبها عشان يبقى مزاجي او مطمئن ان انا ما فيش انبوبه هتفضح على الفراخ. تمام، انا بنزل خالص اهو، بنزل بوريكم انا الفراخ. تمام، هي بسم الله ما شاء الله بعد اللي حصل الميه دي كانت هي اتهزت شويه، ولكن انا لحقتهم بجرعه الكوليسترول على طول اللي هي المضاد الحيوي، وحطيت لهم امبسلين على كوليسترول، ظبط الموضوع والاداء شويه. تمام، طبعا فاحنا الوقت بننزل 3 ايام مضاد سموم و12 ساعه و3 ايام جرعه الكوليسترول. 3 ايام مضاد سموم و3 ايام جرعه الكوليسترول. طبعا دي اهم شيء في الموضوع كله، جرعه الكوليسترول وجرعه المضاد سموم. طبعا انتوا عارفين ان العلف والاعلاف اللي موجوده اللي هي الاعلاف المحببه دي بتجيب تعمل سموم فطريه على طول، فبنحط كل اسبوع مضاد سموم او كل 10 ايام على الاقل معاك بتحط مضاد سموم. فتركز على النقطه دي قوي قوي قوي، ان انت هتنزل كوليستيريديا او مضاد سموم على الفراخ كل اسبوع او كل 10 ايام بتدي 3 ايام، يبقى تقريبا كل اسبوع. تمام، شايفين طبعا الروم عامل ازاي، ركزوا على الرومي ما شاء الله حلو قوي، وفكره جت كويسه ان انا نزلت الرومي مع الفراخ. بنحط الوقت الساقيات عين عشان بكره الجمعه ما بنجيش وقت بنملى السقايه قوي. ماشي، بنملى السقاية اهو. حط قد ايه سامح؟ املى السقاية، املى السرنجة على الاخر مرة ونص. ما في واحدة تانية مفتوحة يا ابني عندك على الماتور. تنسوش بقى تشتغل، لو انت اول مرة تشوف الفيديو تشترك، حط بس سقايتين يلا سنجتين يلا، تشترك في القناة وتفعل الجرس، اعمل مشاركات، ولو ليك أي ملاحظات ولا أي حاجة تتفضل مشكورا في كلمني. خلاص، وإن شاء الله بإذن الله ده طبعا الفراخ النهاردة شكلها مختلف خالص عن أي يوم، وربنا ييسر إن شاء الله. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.